دعونا نسأل أنفسنا هذا السؤال، لماذا لا نضع خطة استراتيجية وما الذي يمنعنا من ذلك؟ هناك عدة أمور تجعلنا لا نضع خطط شخصية ولا استراتيجية شخصية لنا. من هذه الأمور أولا، أننا نعتقد أن الخطة الاستراتيجية هي شيء يتعلق برجال الأعمال وليس عموم الأفراد، وبالتالي بعض الناس يعتقد أنه لطالما أنه لا يملك شركة بالتالي لا يضع خطة استراتيجية، وهذا الأمر خاطئ. بينما أن الخطة الشخصية يحتاجها جميع الأشخاص سواء العاملين في مجال الأعمال أو عموم الأفراد. هذه نقطة. النقطة الأخرى، بعضهم يجهل طريقة وضع خطة استراتيجية وبالتالي لا يضع خطة استراتيجية خاصة فيه ظنا منه أنه هذا الشيء ليس بالأمر المهم. كذلك هناك أمور يعتقد البعض أن الخطة الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من الوقت، وبالتالي هذا الوقت ربما يصرفه إلى أمور أخرى أهم في وجهة نظره من وضع خطة استراتيجية. كذلك أنك إذا فشلت في وضع خطة استراتيجية فهذا سيؤثر على فشلك في حياتك. بمعنى بعض الأشخاص يضع خطة استراتيجية خاصة فيه في مجال الأعمال ثم بعد ذلك يفشل في تنفيذها، وبالتالي يؤثر هذا الفشل على حياته الخاصة، وبالتالي لا يستطيع أن يوفق بين هذا الأمرين. كل هذه الأمور وأكثر تؤثر على موضوع وضع خطة استراتيجية، وبالتالي حاول أنك تتخلص مما يسمى بالمعتقدات السابقة التي لديك بأن الخطة الاستراتيجية ليست بالأمر المهم، وأن تحاول أن تبدأ من الآن في وضع خطة استراتيجية خاصة فيك.